أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الاثنين 19 أغسطس، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون إيه على كل الأبراج. النهاردة القمر طول اليوم موجود في برج الدلو، وكمان القمر بيكتمل وبيبقى في تمام اكتماله بالليل الساعة 9:28. اليوم كمان بيبدأ وكوكب أورانوس موجود في برج الثور، والمريخ والمشتري الاثنين في الجوزاء، والشمس في الأسد، وعطارد بيتراجع في برج الأسد، وفينوس في العذراء، وبلوتو بيتراجع في الدلو، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. كمان في حالة تنافر فلكي في اليوم ده هتكون ما بين عطارد والقمر، وكمان ما بين الشمس والقمر، لأنه اكتمال القمر معناها أنه في تنافر ما بين الشمس والقمر. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر إزاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل في اليوم ده عندكم يوم هايل في الشغل وفي العلاقات مع الأصحاب، تقدروا أنكم تتفاهموا بصورة أفضل مع أصحابكم، كمان ممكن يبقى فيه حلول لأي أزمات حاصلة مع أي صديق في اليوم ده. كمان في الشغل تقدروا أنكم تعملوا تنمية لأعمال أو لمشاريع لو عندكم مشاريع خاصة، ولو أنتوا في وظيفة تعرفوا تحصلوا على دعم الزملاء والرؤساء بسهولة. نروح لبرج الثور. مواليد الثور عندكم القمر في وضع معاكس معاكم في الشغل، فضروري تاخدوا بالكم في شغلكم، تشتغلوا بدقة، تعملوا كل حاجة يعني بدقة أكتر، يعني تراجعوا كويس خطواتكم عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتمسك ضدكم. كمان ما تتسرعوش في أي قرارات مش مدروسة في اليوم ده، وما تتسرعوش في انفعالاتكم وفي ردود أفعالكم. نروح للجوزاء. مواليد الجوزاء عندكم مازال يوم هايل على كل الأصعدة، وتقدروا تاخدوا قرارات سليمة لأن عندكم بصيرة تساعدكم تشوفوا الاتجاه الصح اللي تمشوا فيه. كمان عندكم استعداد كبير للمعرفة، وده برضو يساعدكم أنكم تعملوا تطور حلو وإيجابي في مستواكم المهني. نروح بعد كده للسرطان ومواليد السرطان. القمر عندكم في منزل المدخرات، لكن في تنافر فلكي في منازل المال، وبالتالي ده يوم مش مناسب بما انه القمر مكتمل وفي تنافر فلكي ما بين الشمس والقمر في منازل المال، فضروري تاخدوا بالكم جدا، ما تغامروش في بيع او شراء، وما تغامروش في اي قرارات في الفلوس ما تكونش مدروسه، يعني يوم مش مناسب للدخول في اي مغامرات ماليه. نروح بعد كده للأسد ومواليد الأسد. القمر في مواجهة برجكم، فلازم تكونوا واخدين بالكم من حقوقكم. يوم مش مناسب لتوقيع أي أوراق أو عقود، ولا مناسب في أنكم تغامروا في قرارات بيع أو شراء. كمان لو متجوزين لازم تاخدوا بالكم أنكم عرضة لخلافات زوجية، فبلاش تصعدوا المواقف وتجنبوا أي مناقشات حادة تعمل لكم صدام مع شريك الحياة. في الحركة وفي السواقة كمان لازم تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. في النواحي القانونية خليكم ملتزمين، لأنه أي مخالفات هيكون سهل اكتشافها. نروح بعد كده للعذراء ومواليد العذراء. التنافر الفلكي اللي حاصل بيصيب منازل الصحة، فلازم تاخدوا بالكم من صحتكم أكتر في اليوم ده، تاخدوا وقت كافي من الراحة، بلاش تتحملوا على نفسكم. لو حسيتوا بأي تعب يعني حاولوا تنظموا كمان، لأن الطاقة ما هياش كبيرة، فلازم تنظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. نروح للميزان ومواليد الميزان. القمر عندكم في وضع داعم في منزل الحب، بيديكم طاقة عاطفية وتأثير رائع في الجنس الآخر، وكمان لو عندكم أولاد هتعرفوا تتفاهموا بشكل أفضل مع أولادكم. يوم كمان هايل في الشغل، تقدروا تثبتوا نفسكم في كل عمل بتقوموا بيه وتحصلوا على التقدير في المقابل.
نروح بعد كده للعقرب ومواليد العقرب، القمر في وضع معاكس معاكم، فلازم تاخدوا بالكم بالذات في علاقتكم بالأهل وبالقرايب وبالأصحاب، خصوصا انه كمان عطارد بيتراجع في وضع معاكس، فده يخليكم عرضة اكتر لخلافات، وكمان مع الزملاء والرؤساء في الشغل الحقيقة، فلازم تاخدوا بالكم انه تحافظوا على اللباقة وتتجنبوا اي جدال ممكن يعمل لكم صدام مع اللي حواليكم. نروح للقوس ومواليد القوس، مازال القمر بيدعم علاقتكم بكل اللي حواليكم، فتقدروا انكم تعملوا علاقات حلوة وتأثروا في كل اللي حواليكم، سواء زملاء او رؤساء في الشغل او اهل وقرايب وكمان مع الاصحاب. وبرضو ده يوم حلو في اللقاءات المهنية، تقدروا تكونوا موفقين جدا في كل لقاءات بتعملوها وتبرزوا مواهبكم بشكل أفضل وتحسنوا كمان التصرف في كل المفاجآت. نروح للجدي ومواليد الجدي، عندكم تنافر فلكي في منازل المال، وبالتالي يوم مش حلو في المغامرة في الفلوس، فما تغامروش في بيع أو شراء وما تدخلوش في أي مجال في مغامرات في الفلوس. نروح للدلو ومواليد الدلو، القمر في برجكم لكن المكتمل، فالحقيقة أنه اكتمال القمر بيخليكم عرضة للانفعال بسرعة، حاولوا أنكم تتحكموا في الغضب وبلاش يعني فرملوا انفعالاتكم، ممكن تكونوا عرضة لاستفزاز، لكن مهم جدا أنكم ما تظهروش عصبيتكم وانفعالاتكم واصبروا شوية، كمان ما تتسرعوش في أي ردود خاصة بفلوس أو بشغل، يعني ابعدوا عن أي قرارات مصيرية وابعدوا عن توقيع الأوراق والعقود في اليوم ده. نروح للحوت ومواليد الحوت، عندكم تنافر فلكي في منازل الصحة، فلازم تاخدوا بالكم انه الطاقة ما هياش كبيرة، الطاقة البدنية مش كبيرة، فانتم محتاجين تاخدوا وقت كافي من الراحة وتحاولوا انكم تنظموا جهودكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة، كمان مهمة انكم تحافظوا على روح التواضع وما تتكلموش عن اخباركم ولا عن خططكم. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة فيديو جديد ويوم سعيد.